بعيد، لكن يفضل لعب الكرة إلى إيمانويل جيتشاريني. جيتشاريني صاحب المستوى ممتاز، يترك الكرة للناحية اليسرى إلى موريسيو لاورو. لاورو وجيتشاريني، عرضية عالية داخل منطقة الجزاء والكرة في المرمى. هدف أول، هدف أول لصالح جيزنا. كرات مرتبة كانت ممتازة لصالح جيزنا من الناحية اليمنى للناحية اليسرى، ومن الناحية اليسرى موريسيو لاورو يعيد كرة خلفية إلى لويس خيمينيز، والتمريرة للناحية اليسرى تماما هناك من الناحية اليسرى للناحية اليمنى، عرضية تأتي باتجاه المرمى. هدف أول لصالح تشيزينا، هدف أول لصالح تشيزينا. لويس خيمينيز، هذه عادة الكرة العرضية الممتازة، وتعديل كرة بالرأس كان من إيزيكويل تشيلوتو، بعيدة عن حارس المرمى ماركوس توراري، بعيدة أيضا عن خط دفاع اليوبي، وباتجاه المرمى تماما يتقدم لويس خيمينيز ويسجل هدف أول لصالح تشيزينا، هدف أول في المباراة. لويس خيمينيز يحرز أول أهداف أيضا في الليغا سيريا أي، البحث عن وجود تسلل في اللقطة السابقة لكن لا وجود لشيء، ويؤدي عمليات الإحماء خارج أرض الملعب. كرة ملعوبة عالية والرأسية في المحاولة صالح اليوبي، وركلة جزاء، ركلة جزاء. هناك دفع، كان دفع من المباراة يأتي على لاعبي تشيزينا، هذه عادة مرة أخرى، وهنا الكرة المشتركة نتابعها بظهر. عموما ركلة جزاء، 180 هدف، 180 هدف يا كبير يا أليساندرو ديل بييرو، 180 هدف. أنت الهداف، أنت المزيج من 9 أو 10 نجوم، أنت معشوق الجماهير الدائم لليوفي. يسجل أليساندرو ديل بييرو هدف التعادل لليوفي في الدقيقة 31 من زمن شوط المباراة الأول. أليساندرو ديل بييرو يأتي في ركلة جزاء أمام الحارس المخضرم فرانشيسكو أنتونيولي، لكنه يرمي بفرانشيسكو أنتونيولي يسارا ويسجل هو يمينا، على يسار أنتونيولي، وعلى يمينه سجلت الكرة، وهدف أول لصالح يوفنتوس وهدف التعادل لصالح اليوفي في هذا اللقاء. أليساندرو ديل بييرو إلى ماركو موتا، إلى أليساندرو ديل بييرو مرة أخرى بجانبه كلاوديو ماركيزيو. ماركيزيو يحاول رفع كرة داخل منطقة الجزاء، يرفع كرة عالية والرأسية، هدف ثاني، هدف ثاني. كوارياريلا، كوارياريلا الهداف يسجل هدف ثاني لليوفي، وهدف خامس له في الليغا سيريا أي. يتقدم اليوفي، يقلب الطاولة بعد أن بدأ تشيزينا في الدقيقة 11 بهدف لويس خيمينيز. هنا لا يسجل اليوفي هدف ثاني الآن، والويجي دلنيري بلا شك أنه سعيد جدا بهذا الهدف الثاني بعد كرة عرضية مرتبة كانت تمريرة لساندرو ديل بييرو لكلاوديو ماركيزيو. ماركيزيو عندما يرفع باليسرى وهو يكون في الناحية اليمنى، نشاهد، شوف الرفعة جميلة، تتخطى الجميع، تتخطى المدافعين. وكواليريلا بالمناسبة كان تواجده في مكان جميل، في المكان اللي أخرج منه أصلا ماسيميليانو بيليغرينو قبل أقل من دقيقة في هذه المباراة، والكرة في المرمى. هدف أو هدف أول لكواريريلا في المباراة، لكنه هدف ثاني لصالح اليوفي، هدف خامس لكواريريلا أيضا في الليغا سيريا أي مع الأسبوع العاشر. كواريريلا الصفقة ملعوبة التمرير على حسن صالح حميديتش، مرتد الكرة لليوفي، حميديتش عرضية، محاولة للتسجيل، وهدف ثالث، هدف ثالث لليوفي أخيرا. يا كوينتا، يا كوينتا يسجل في الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الثاني. فيتشينزو ياكوينتا يحرز هدفه الثالث في ليغا سيريا اي بعد كرة مرتدة كانت مقطوعة بخبرة وبمهارة من الظهير الايسر فابيو غروسو من امام ايمانويل جيتشاريني. تقدم من فابيو غروسو وتمريرة على الرايق كده الى حميديتش. حميديتش ايضا بخبرة، اللاعب البوسني الدولي يلعب بخبرة، كرة جميلة داخل منطقة الجزاء إلى فيتشينزو ياكوينتا. ياكوينتا يضع كرة وضع جميل جدا، نتابع كرة حميديتش، شوفوا ياكوينتا أخذ الموقع ووضع الكرة الرائعة ساقطة هناك في الزاوية العليا اليمنى لحارس المرمى فرانشيسكو أنتونيولي، بعيدة تماما عن مدارك الحارس، بعيدة تماما عن إمكانية أن يخلص الكرة، ويضع هدف جميل فيتشينزو ياكوينتا، هدف ثالث له في الليغا سيريا إيه، هدف ثالث لليوفي في هذا اللقاء، واليوفي يظل حتى فريقه متصدرا ل